السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، إليكم هذا الخبر. استفاقت مدينة سخيرات صبيحة اليوم الجمعة حوالي الساعة الرابعة على وقع جريمة قتل بشعة. ذهب ضحيتها شاب يبلغ من العمر حوالي 36 سنة، لقي مصرعة على يد صديقه البالغ من العمر حوالي 23 سنة، الذي وجه إليه ضربة قوية على مستوى الرأس بواسطة حجرة أردته قتيلا. وبحسب مصادر مؤكدة، فإن خلافا حادا بين الضحية والجاني اللذين كانا في حالة سكر تافه، تحول إلى شجار وعراك بالأيدي قبل أن يعمد الجاني إلى رشق الضحية بحجرة كبيرة على مستوى رأسه أردته قتيلا بمكان الحادث. تمكنت عناصر الدرك الملكي في وقت قياسي من إيقاف الجاني الذي تم اقتياده إلى مركز الدرك الملكي بمركز أسخيرات في أفق فتح تحقيق حول ملابسات هذه الجريمة تحت إشراف النيابة العامة، في وقت جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات. إلى ذلك، فقد أكدت مصادرنا أن التحقيقات الجارية من طرف رجال الدرك الملكي من المحتمل جدا أن تكشف عن معطيات جديدة قد تكون سببا في هذه الجريمة. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية الخبر، إلى اللقاء.